Thank you.
ده زايده على الغزايه، المفترض ان هي ما تبقاش فيه زايده على الغزايه. ليه؟ لان ده يبقى ما اتاخر في وضع الغزايه. ماشي، ده بدايه ظهور العشب، اتحط بعد الحاجز عشان يبقى عباره عن عسل بس. هو كان فيه كميه حضنه هتطلع وبعدين هيتحط مكانها. ده الميزه هنا ان الغطاء هنا في حجر التهويه 3 سم ونص، وبعدين مجموعه كبيره من الثقوب بتدخل لاخراج بخار الميه من الخليه. ده بيدي تهويه جيده للخليه، وبالتالي ما يحصلهاش اي امراض فطريه خاصه بالحضن. دلوقتي احنا هنا بنحط حاجز ملكات، لان الخليه اللي مش عايز يكمل الخليه بتاعته تبقى دورين، وهو الافضل طبعا الخليه تبقى دورين. اللي مش عايز يكمل الخليه بتاعته تبقى دورين بيحط حاجز ملكات في الموسم، وبالتالي يبقى الملكه دائما بتبقى عكس اتجاه البوابه. طبعا برواز الشمع لسه محطوط من تقريبا بقاله 24 ساعه، النحل مطه من الناحيتين وبدا يحط فيه الملكات تحط فيه عشان. هنا الحاجز الملكات ده هو بيمنع الملكة انها تمر في اتجاه دون الاخر. حاجز ملكات رأسي دخل 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 دخل. عايز عتلة، مفروض عتلة، خلية محتاجة عتلة. طلع برواز من النص، ليه احنا بنفتح النحل؟ انت بتيجي تفتح النحل في سبب، دايما في سبب. انت بتبص على ايه؟ انت بتبص على كمية الحضنة الموجودة في البراويز، كمية العسل الموجودة في البراويز. انا يهمني دائما ان يبقى البرواز معظمه عسل النحل، معظمه حضنة، وكمية العسل قليلة، والبرواز اللي فيه عسل يبقى بحاله مليان عسل من السدابة للسجاير. طب احنا ازاي نعمل الحكاية دي؟ احنا بنعمل الحكاية دي بان البرواز اللي هو عبارة عن حضنة مقفولة، ده حضنة مقفولة وفي كمية كبيرة من العسل حوالي تلته عسل، ومفيش أي حضنة مفتوحة، بيجي أجي بعد الحاجز، وأقوم حاطط لم البرواز، لم البراويز، أجي أقرب الحاجز واقوم حاطط البرواز اللي كله حضنه ده احطه بعد الحاجز، وبالتالي لما يطلع الحضنه يتملى عسل، وبالتالي كده يبقى انا اديت للخليه فيما بعد، ادي لها بقى برواز ثاني اساس في النص، يبقى الخليه اديتها مساحات انها الملكه تبيض، وبالتالي الحضنه المقفوله اللي ملهاش لازمه في الخلية من جوه او في عش الحضنة انقلها الى العسالة، وبالتالي يبقى انا اديت فرصة للنحل ان يجيب عسل بكميات كبيرة، واديت للملكة فرصة انها تبيض في مساحة اكبر من البراويز. اولا الخلية الفوم هي كان لها دور كبير قوي في انها تقلل من الطاقة المفقودة من النحل نتيجة تدفئة الخلية او نتيجة تبريد الخلية اثناء الحر. يعني هي لها دورين، في الصيف بتبرد الخلية او بتقلل الطاقة المطلوبة لتبريد الخلية، وفي الشتاء بتقلل الطاقة المطلوبة لتدفئة الخلية، وبالتالي انا كده بقلل كمية التغذية اللي بتتاخد للنحل، او بقلل او بوفر كمية العسل اللي جاي من بره، بحيث ان احنا ننتفع فيها ما فيما بعد.